الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتممت عليكم نعمتي صدق الله العلي العظيم. نعمة كبيرة عندك، انتظرتها سنوات، بعد انتظار طويل حصلت لك هذه النعمة. خصوصا إذا كان ذلك بسهولة من دون صعوبات، كم تكون مسرورا ذلك اليوم. أخلاقك مع أهلك تكون ممتازة، تعاملك مع أطفالك يكون في أفضل وجه، شخص له حاجة عندك فورا تمشي في حاجته، تكون نشطا، راحة النفس تجعلك تعمل ضعف ما تعمل في كل يوم أو أضعاف ما تعمل في كل يوم. هذا النشاط الذي يكون في روحك ليس نشاطا جسمانيا، جسمك نفس الجسم، هذا النشاط في روحك بسبب نزول نعمة كبيرة بنظرك أنها كبيرة. أحد مراجع التقليد الكبار أدام الله ظله قال لأحد المؤمنين، ونقل لي هذا المؤمن في هذا البلد،
قال المرجع له: يا فلان الدنيا جميلة. الدنيا جميلة، ما الجمال في الدنيا؟ مليئة الدنيا بالمشاكل بالمآسي بالصعوبات بالهموم بالغموم. مرجع تقليد يقول الدنيا جميلة، ثم فسر هذا المرجع كلامه لهذا المؤمن، قال له: الدنيا بما فيها من آلام، بما فيها من أتعاب، بما فيها من مشاكل، بما فيها من سجن، بما فيها من أمراض، بما فيها من كل الأمور التي تعكر صفو حياة الإنسان، كل هذه الأمور المؤمن في هذه الدنيا عنده شيء يخفف كل تلك الآلام. هذا الشيء الذي يجعل الدنيا جميلة بل رائعة هي كلمة لمولى المؤمن أرواح العالمين فداه، قالها: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. أنت عندك إحساس بوجود ظل إمامك على رأسك، أنت تعيش برعاية إمامك الذي بيده كل الدنيا والآخرة، هو يرعاك، عندك إحساس بأن هناك عين ترعاك لشخص بيده كل شيء، جعل الله سبحانه وتعالى الدنيا والآخرة بيده. هذا الإحساس لا يخفف الآلام، لا يخفف المشاكل، لا أكثر من هذا. أي سرور هذا! المؤمن عنده هذا الإحساس، عنده هذه النعمة الكبرى. بعد هذه النعمة الكبرى أي إحساس يكون في نفس المؤمن، في روح المؤمن؟ توجد نعمة أكبر من هذه النعمة؟ النعم المادية أكبر من هذه النعمة؟ لا، تافهة. النعم المعنوية أكبر من هذه النعمة؟ سرور عظيم. لو فكر الإنسان المؤمن، تأمل الإنسان المؤمن في هذه الكلمة لمولانا صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، لا تبقى له آلام، أحزان، هموم، إلا شيء خفيف. يا أخي، إذا كنت مبتلى بمشكلة قانونية مع جهة حكومية والحاكم المطلق في ذلك البلد يقول لك: أنا أرعاك، أنت في رعايتي، أنا أتبع أخبارك، وأنت تحس بأنه بالفعل الحاكم المطلق الذي بيده كل شيء في ذلك البلد يرعاك، مشكلتك تؤلمك؟ لا. وما هي قيمة حكام الأرض بالنسبة إلى الحاكم المطلق صلوات الله وسلامه عليه وأرواح نافذة؟ سرور عظيم في الكون كله. فقيه كبير.
كبير شاعر. عنده قصيدة طويلة في بداية القصيدة يقول: الكون تنشد والطيور ترنم، بشراكم ولد الإمام الأعظم. الحجة المهدي مصباح الهدى، أمل الشعوب ونصرها المتحتم. فربوع سامراء، لا أنا أقول فربوع هذه الأرض تزهو بهجة بوليدها، نعم الوليد الأكرم. والعسكري ونرجس وحكيمة بالحمد للبار الودود ترنموا، وملائك الرحمن تترى هبطا، وعلى وجوههم البشائر ترسموا. فوج من هذه الملائكة، فوج تمسح مهده شغفا وذا، فوج يخر لوجنتيه ليلثم، فوج يمسح مهده شغفا وذا، فوج يخر لوجنتيه فيلثم. كنفته روح القدس، يرعى نشأه جبريل، والميكال عبد يخدم، والله يكلؤه بلطف سابغ ذخرا، فيوم ظهوره متحتم. هذه الفرحة فرحة عمت الكون، عمت الملائك. هذا الذي نحن نعيش فيه، ونأمل أن تكون هذه الأيام قريبة من أيام ظهوره الشريف. هذه الفرحة، هذه الأيام تمناه الأنبياء وهم خيرة الخلق. الأنبياء كانوا يتمنون. الله سبحانه وتعالى على لسان لوط النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. راجعوا في تفسير هذه الآية المباركة حديث روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن لي بكم قوة، يعني ماذا؟ ما هي القوة؟ أو آوي إلى ركن شديد، ما هو الركن الشديد؟ يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف: القوة المهدي. أرواحنا في ذلك. طبعا الإمام يذكر الاسم الخاص لحفيده صلوات الله وسلامه عليه. والركن الشديد 313 أصحابه. لوط يتمنى قبل آلاف السنوات. لا، من هو أعظم من لوط؟ من هو أعظم من الأنبياء؟ من هو أعظم من الرسل؟ أشرف الخلائق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد.
كانوا يتطلعون لأيامه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عنده كلمة عجيبة جدا، يقول: لو أدركته، يقول عن حفيده الإمام أرواح العالمين فداه، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. اللهم صل على محمد. رسول الله كان يتطلع له، أهل البيت كانوا يتطلعون له، أرواح العالمين فداه، وكيف لا يتطلعون ودينهم لا يظهر على الدين كله إلا بيده. رسول الله صلى الله عليه وآله تكليفه: إنما أنت منذر. خلاص تكليفه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو لا تذهب نفسك عليهم حسرات. تكليفه التبليغ: يا أيها الرسول بلغ. هذا تكليف النبي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تكليف النبي صلى الله عليه وآله هذا. أما الذي يظهر هذا الدين على الدين كله، الذي يزيل كل الأديان الباطلة، هو حفيده الإمام صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواح العالمين فداه. تحقيق قوله تعالى: ليظهره على الدين كله. كيف لا يتطلعون إليه؟ نحن عندنا هذه النعمة الكبيرة، في ظل هذا الإمام العظيم نعيش. ليس لي وقت أن أشرح بعض الآيات القرآنية، أذكر لكم ثلاث آيات قرآنية تأملوا فيها بدون رجوع إلى التفاسير، تأملوا فيها، والأفضل الرجوع إلى التفاسير إذا صارت عندكم فرصة. الإنسان يرجع إلى التفاسير في هذه الآيات، ثلاث آيات. الآية الأولى، الآية التي نزلت في الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الآية الثانية، طبعا هذه واضحة، واضحة فيمن نزلت. الآية الثانية، الآية التي يأمر الله سبحانه وتعالى ملكا أن يكتب هذه الآية المباركة على عضد كل إمام، أو على كتف كل إمام، أو على جبين كل إمام، وهو في بطن أمه أو بعد الولادة مباشرة. قوله سبحانه وتعالى، هناك روايات عديدة، قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة، الآية التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين، الآية التي فسرها الإمام موسى بن جعفر بأمير المؤمنين، الآية التي فسرها الإمام الصادق بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قوله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. والآية الأخرى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. دققوا في هذه الكلمات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الآية الأخرى: وتمت كلمة ربك. الآية الثالثة: والله متم نوره. أتممت، تمت، متم. خلاص. سؤال:
هذه النعمة الكبرى العظمى التي نحن متنعمون بها. ولو تأملنا قليلا نكون مسرورين سرورا كبيرا بها. كيف نتعامل مع هذا السرور؟ هذا السؤال ليس لي، السؤال لكم. القضية قد جربناها مرارا وتكرارا، كل واحد منا في حياته مرات عديدة حصلت أنه تنزل عليه نعمة كبيرة بنظره، كم يكون مسرورا، كيف يتعامل؟ هذه النعمة هي النعمة الكبرى، نفس الطريقة طبعا، بفاصل بالفارق الكبير بين هذه النعمة وبقية النعم. الإنسان هو يتأمل عندما يتنعم بنعمة كبيرة، كيف يكون، كيف يشكر الله سبحانه وتعالى، كيف يكون له نشاط كبير في إطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجعل ذلك المرجع رغم همومه الكثيرة، رغم أتعابه، رغم مشاكله الكثيرة، يقول الدنيا جميلة. لماذا يرى الدنيا جميلة وهمومه كثيرة، أضعاف همومنا؟ طبعا طبيعي، مرجع تقليد وهموم ومشاكل مع أشخاص، مع حكومات، مع جهات، مع أعداء، ينسى كل تلك الهموم. هو متنعم بظل هذا الإمام العظيم. ولذا ترى بعض الأشخاص الذين أدركوا هذه النعمة ينطلقون بنشاط عجيب استثنائي، تتعجب هذا النشاط من أين؟ رجل كبير في السن، بالسبعينات، أكبر أصغر، عنده نشاط أكثر من نشاط الشباب، من أين هذا النشاط؟ جسمه تعبان، جسمه مرهق، الإرهاق الطبيعي لحياة الإنسان، ترى نشاطه أكثر من نشاط الشباب، من أين؟ من فرحته بهذه النعمة. لا يحتاج أن الإنسان أن يقال له ماذا تصنع في أيام سرورك الكبيرة. هذه أيام سرورنا. عندي مشكلة، ما هي قيمة هذه المشكلة؟ لا، لو كنت سجينة لو قطعوني قطعة قطعة، برعاية مولاي إذن هو من صالحي. أختم كلامي بحديث شريف. هذا الحديث الشريف ظاهره خاص بفئة من الشيعة، خاص بعلماء الشيعة، ولكن تأملوا في هذا الحديث الشريف تجدونه بدرجات مختلفة. طبعا الحديث شامل لكلنا، وتأملوا ارتباط هذا الحديث الشريف بسرورنا بهذا المولد العظيم، بسرورنا في كل أيام حياتنا ونحن نستظل بظل هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. عن الإمام أبي عبد الله الصادق، هذا الحديث الشريف ورد في تفسير الإمام العسكري، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، جندي يرابط في ثغر، مكان دخول عدو. علماء شيعتنا مرابطون في أي ثغر؟ دوامهم أين؟ وظيفتهم أين؟ مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، في هذا الثغر يرابطون. ماذا يصنعون؟ الجندي الذي يرابط في مكان ماذا يصنع؟ يمنع العدو أن يدخل. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يمنعونهم
عن الخروج على ضعفاء شيعتنا، يمنعون الشياطين وعفاريت الشياطين. الشياطين شياطين، شياطين الجن، لا، هناك أتباع لشياطين الجن من الإنس، يمنعون هؤلاء العلماء، يمنعون أولئك الشياطين وعفاريت الشياطين، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته النواصب. اعرف شيعة إبليس منهم، يمنعون أن يتسلط هؤلاء على الشيعة. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا. لاحظوا بداية الحديث الشريف علماء شيعتنا، بالفعل العلماء العاملون المقدسون هم الدرجة العليا في مصاديق هذه الرواية الشريفة، ولكن القضية ليست خاصة بعلماء الشيعة، كل واحد منا بدرجة مختلفة يتمكن أن يكون مشمولا لهذا الحديث الشريف. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا، قبل أن أقرأ بقية الرواية الشريفة، الذي يرابط في ثغر من ثغور المسلمين، ما هو ثوابه؟ أقرأ الرواية الشريفة، الذي يمنع على الأعداء أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين، ثوابه عظيم. أصلا في بعض الروايات الشريفة الثواب من أعظم الأعمال، من أعظم جميع الأعمال، يعني في الدرجة الأولى يعتبر الأعمال الحسنة من الدرجة الأولى، كم هي؟ عدد معين، هذا من الدرجة الأولى يعتبر، ثوابه عظيم جدا. المرابطة على ثغور المسلمين لكي لا يدخل عدو. لاحظ الإمام ماذا يقول: ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1000,000 مرة. ثواب ذلك المجاهد في سبيل الله كم هو؟ الله العالم. ثواب عظيم جدا، ثواب هذا الذي يجاهد الشيطان، هذا الذي يمنع الشيطان أن يدخل إلى قلوب الشيعة، يمنع أتباع الشيطان أن يدخلوا إلى نفوس الشيعة، هذا الشخص ثوابه هو عمله أفضل من عمل ذلك المجاهد في سبيل الله 1,000,000 مرة. ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر 1,000,000 مرة. الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر الدليل أيضا، كيف هذا ثوابه أضعاف آلاف، يعني ليست آلاف، 1,000,000، يعني مليون، مليون ضعف ذلك الثواب، لأنه يدفع عن أديان محبينا، وذلك يدفع عن أبدانهم، ذلك الذي يدافع، ذلك الذي يداوم في ثغر من ثغور المسلمين في مكان دخول الأعداء، يدافع عن أبدان المسلمين، هذا يدافع عن أديان المسلمين، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم. هذا الحديث الشريف مرتبط بسرورنا بهذه النعمة الكبيرة أم لا؟ نعم مرتبط. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة لميلاد إمام زماننا، لميلاد ولي نعمتنا، لميلاد سيدنا ومولانا، نعم سيدنا ومولانا. بقية الله الأعظم، حجة الله على الخلائق، الإمام المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، أرواح العالمين فداه، الله صلى على محمد وعلى محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، بمكانته عنده، بمقامه عنده، بالذي أوجب الله سبحانه وتعالى له على نفسه، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمين